أهلا بكم من جديد. قررت النيابة العامة في مصر إخلاء سبيل عدد من الناشطين السياسيين المحبوسين احتياطيا، بينهم رئيس تحرير الأهرام الأسبق الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة والمحامي الحقوقي عمر إمام. ويأتي هذا فيما كشف عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي عن بدء تنفيذ إفراجات قضائية جديدة بحق ناشطين ومعتقلين جدد من أصحاب الرأي. حتى الآن حوالي 700 شخص تم الإفراج عنهم من النيابة العامة، وخمسة تحديدا بقرارات عفو رئاسي من المحكوم عليهم بمدة تراوحت بين 4 سنوات إلى 15 سنة. كل هذه الأسماء من الأسماء وغيرها أسماء كثيرة جدا موجودة لسه بيتم بحثها ونظرها لدى الجهات المختصة. في الحقيقة إن العمل شغال يعني ساعة بساعة، والأسماء بتلقيناها تقريبا كلها، ودلوقتي الناس حتى كل ما مجموعة بتخرج بيعيدوا إرسال الأسماء مرة أخرى. وأنا بس يهمني أقول للناس حاجة، إن مش معنى إن ولادكم ما خرجوش المرة دي أو المرة اللي فاتت، نعم، مش معناها إنهم مش هيخرجوا. ويبقى معنا ولكن عبر الهاتف من القاهرة طارق العوضي، وهو عضو لجنة العفو الرئاسي. أهلا وسهلا بك سيد طارق. إذا هنالك إفراجات جديدة، هل لك أن تضعنا في التفاصيل؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هو منذ بداية تشكيل لجنة العفو الرئاسي في نهاية أبريل 22، وعمليات الإفراج تتم بشكل شبه أسبوعي. الأعداد حتى الآن وصلت لما يقرب من 700 شخص تم إخلاء سبيلهم من النيابة العامة. للأسف بس هو الاهتمام الإعلامي بينصب فقط على الرموز والمشاهير، وده طبيعي ومنطقي، لكن يعني مهم جدا ان احنا نهتم بالمجهولين الذين تم الإخلاء سبيلهم ايضا. يعني يوم الخميس قبل العيد، قبل وقفة عرفات، تم الإفراج عن أكبر قائمة في تاريخ لجنة العفو منذ إنشائها في 3 شهور، وهم اتضمنت 60 شخص كلهم أو معظمهم تقريبا كان من الموظفين والعمال اللي كان تم حبسهم لمشاركتهم في مظاهرات بدون ترخيص من الجهات المختصة، في وقفات احتجاجية خاصة باعتراضهم على لوائح الأجور في الشركات، من ضمنهم جميع موظفي شركات التأمين اللي كانوا محبوسين لاعتراضهم على لائحة الأجور. ودي قائمة كان فيها 60 شخص تم إخلاء سبيلهم دفعة واحدة في يوم واحد، وتم إخلاء سبيلهم من بوابة السجن مباشرة. وبالتالي اللجنة مستمرة. أنا بشكل شخصي بقول إن الأعداد بالمقارنة بأعداد المحبوسين غير كافية، لكن بالتأكيد نحن في مرحلة أفضل من مرحلة ما قبل لجنة العفو الرئاسي، بدليل إن إحنا يعني دي يمكن المداخلة الرابعة ليا مع شبكة الجزيرة، وتكلم فيها عن نفس الموضوع، ان في اسماء خرجت وفي ناس بتخرج، وده بيؤكد ان العمل مستمر. الناس بس يعني تستوعب ان احنا ان دولة في مرحلة تحول ديمقراطي ومحاولة لفتح المجال العام، وان النظام منفتح على كل القوى السياسية، وان في هذه المرحلة الانتقالية محتاجين عملية إعادة بناء ثقة، وبالتالي جميعنا مهم ان احنا نتعاون من اجل غلق ملف الحبس الاحتياطي بشكل عام، وان ينتج عن الحوار الوطني تعديلات تشريعية تضمن عدم تكرار زيادة مدة الحبس الاحتياطي الى ما نشاهده الان، واللي بتعدي السنتين والثلاثة، وعدم اعادة تدوير المتهمين خاصة المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، وايضا العفو عن كل ما صدرت ضدهم في احكام قضائية نهائية في القضايا لا تتعلق باستخدام العنف او القتل او التحريض على اي من هما. وبالتالي الاعداد ربما تكون غير مرضية لعدد من كبير من الناس والنخبة وليا بشكل شخصي، لكن طالما ان العمل مستمر وان هناك افراجات بالفعل بتتم، فدعنا نعمل ونضغط لزيادة هذه الاعداد وزيادة وسرعة
وتيرتها في الأيام المقبلة إن شاء الله. هل يمكن فعلا أن نشهد في الأيام القادمة أعدادا كبيرة حتى مرضية بالنسبة إليكم؟ وأنت أشرت في البداية أنك يعني لا يعجبك كثيرا نسبة العدد الذي يتم الإفراج عنهم نسبة إلى المعتقلين. احنا بنعمل على ده بالتاكيد، كل اللجنه بتضغط في هذا الاتجاه، وان احنا يعني نشاهد قوائم بالعشرات او بالمئات اذا امكن ذلك، وهناك استجابه وتعاون من كل الاجهزه المختصه اللي بنتعامل معاها في وزاره الداخليه وفي مكتب النائب العام، وبالتالي عندنا امل ان يتم انفراجه كبيره خلال الايام القادمه باذن الله، يبقى في اعداد اكبر من كده. ما اقدرش ادي وعد بده لان في النهايه يعني انا لست صاحب القرار، لكن يعني المؤشرات بتقول ان هذا الملف سيشهد انفراجه كبرى، ربما يعني ننتهي منه تقريبا في خلال شهرين ثلاثه ست شهور بحد اقصى يكون هذا الملف اتقفل تماما. وفعلا يعني بقولة الرئيس انه يعني نسعى الى وطن يتسع للجميع تتحقق قولا وفعلا على ارض الواقع، ويشاهد يعني كل مواطن في هذا الوطن ان هذه المقوله تحققت وان من حقه ان يعبر عن رايه بحريه طالما انها كانت في اطار من احترام الدستور والقانون. طيب سيد طارق، انتم الان قدمتم قائمه جديده وستقدمون ايضا في المستقبل قوائم اخرى جديده، هل هنالك رموز وأسماء معروفة ضمن هذه القوائم؟ لو تعطينا أيضا إشارة عن هذا الأمر. يعني تقريبا هو معظم الرموز والأسماء المشهورة، يعني أعتقد نسبة تتجاوز 70% منهم خرجوا، باقي عدد بنعمل عليهم ما فيش حد. بس أنا بقى خليني أؤكد للجميع أنه لا يوجد أحد مستبعد، لا يوجد أحد عليه إكس، لم يطلب منا عدم التحدث عن شخص بعينه. وانا يعني بطلب مراجعه كل اعضاء اللجنه في الكلام اللي بنقوله دوت، التصريحات الرسميه للدوله. انا بشكل شخصي يعني لم يطلب مني ما اتكلمش عن فلان بعينه، بالعكس كل الاسماء طرحناها، كل الاسماء بلا استثناء، وكل الاسماء محل فحص ودراسه. لكن زي ما قلت القرار ليس بيد لجنه العفو، لجنه العفو تقدم وترشح وتضغط وتمارس ضغوطا لتسريع الوتيره واعلان اسماء اكثر، وباذن الله زي ما قلت سيشهد هذا الملف انفراج. عندنا مبررات، امبارح حتى كنا بعد اعلان القائمه بتاعت امبارح قلنا ان احنا في عندنا قضيه خليه الامل، وتم فيها بالفعل صدور عفو عن حسام مؤنس، وبالتالي مش من العداله ان يبقى عندي محبوس هشام فؤاد وزياد العليمي على نفس القضيه وهم في مركز قانوني واحد. وهذا الكلام لقى استجابه يعني لدى الدوله المصريه، ووعدوا ببحث الامر وسرعه انهائه في اقرب فرصه ان شاء الله. طيب اذا سيد طارق، كما فهمت منك لا يوجد استبعاد لاي شخص لاي اسم، هل يمكن ان تشهد القوائم القادمه اسماء معروفه، رموز معروفه من مختلف المشارب حتى منها التيارات الاسلاميه؟ يعني في جمله واحده تؤكد انه يمكن ذلك، ان يعني ان اللجنه افرجت قبل العيد باسبوعين، او النيابه العامه بمعنى ادق يعني بناء على طلب من لجنه العفو، عن المهندس مجد قرقر، وهو كان المتحدث الرسمي باسم ما يسمى تحالف دعم الشرعيه. واعتقد دي كانت رساله طمأنه مهمه جدا، ان الاستبعاد لن يكون على اساس الانتماء السياسي، الاستبعاد يتم لمن ارتكب جرائم فعليه حقيقيه لا تندرج تحت اسم قضايا الراي. واللجنه توسعت في قضايا في تعريفها لقضايا الراي، وشملت حتى جريمه اهانه الموظف العام والسب والقصف ونشر الاخبار الكاذبه. اللجنه وضعتها ضمن قضايا الراي، وتم اعتماد ذلك بالفعل، وافرج عن الناس ممن نسبت اليهم هذه الاتهامات، وما فيها التظاهر بدون ترخيص.
التشخيص ايضا في جرائم الدم والعنف او التحريض عليهما فقط هي الجرائم المستبعده بغض النظر عن الانتماء السياسي للشخص الذي ارتكب هذه الجريمه، سواء كان من اليسار او من اليمين، من الاسلام السياسي، من السلفيين، من الشيوعيين، من الليبراليين. يعني الجريمه هي التي تحدد معيار الاستبعاد او الادراج في قوائم العفو الرئاسي. طيب صحفي الجزيره سيد طارق، يعني طب يعني انا والله انا تعبت بسبب موضوع صحفيين الجزيره. يعني انا عايز اقول لك ان انا بنام واصحى يعني بيجي لي رسائل صحفيين الجزيره، فكل مداخله بنتكلم عن صحفيين الجزيره. قلت ان انا بعد زياره حتى السمو الامير تميم كنت اتمنى ان يعني يبقى في كلام في هذا الملف، لكن خلينا اقول ان ده افضل ما حصلش كلام على المستوى الرسمي، لانهم في الاخر مواطنين مصريين ونحن اولى بهم كلجنة عفو رئاسي. احنا بنتكلم فيهم، مفيش اي محاذير على المجموعة الخاصة اللي هم صحفيين الجزيرة، مفيش اي محاذير عليهم خالص، ولا اي كلام بيقول ان محدش منهم يطلع. ربما تأخير في الاجراءات فقط، لكن بشكل شخصي يعني انا بشكل شخصي ومعي صديقي الاستاذ كمال ابو عيطة بنضغط من اجل الافراج عن صحفيين الجزيرة، وعدد كبير من الصحفيين ومنهم اعضاء مجلس نقابه حالي وسابق قدموا لنا قائمه بكل الصحفيين شملت وقدمت اكثر من مره، شملت الصحفيين العاملين بقناه الجزيره. شكرا جزيلا لك عبر الهاتف من القاهره عضو لجنه العفو الرئاسي طارق العوضي، اشكرك.